الناس بتقول ان ناس عندها 50 و60 وفوق ايوه بيقول نعم لك صعب الحفظ وان انا مش عارف ان انا اركز في التحفيظ، هتنصح الناس دول بايه؟ والله نصيحتي لكل يعني من كان على شاكلة هذه الناس أن يتابع معنا حتى يتلقى معنا القراءة الصحيحة في القرآن ومخارج الحروف، وكمان يعني هيعمل إيه بقى علشان يوصل للقراءة اللي هي تبقى زي قراءة الشيخ، يوزن الزمن بتاعه على زمن قراءة الشيخ، إن شاء الله. بحيث ان هو يعني مثلا ما اقولش انا ايه بسم الله الرحمن الرحيم هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يوزن زمن قراءته على زمن قراءة الشيخ، هتبص تلاقي الدنيا منضبطة كتير معاه ان شاء الله. إن شاء الله. شيخ جابر، حابب تقدم رسالة لأساتذتك؟ اكيد طبعا، يعني اساتذتي دول يعني في المقدمة الاولى، ومهما يعني بذلت من جهد يعني إلى أن أمنحهم يعني لا أجد كلاما أوفي حقهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل من خدمونا وقاموا على تأسيسنا في حفظ القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وقبل البداية مع حضراتكم أقوم وأقل من الجميل بالشكر والتقدير لكل من كان سببا في تحفيظ القرآن الكريم، من بداية أبي وأمي رحمهم الله تبارك وتعالى، ثم عمي الشيخ عيد محمد علي رحمه الله أيضا، فتلقيت منه الكثير وتعلمنا منه الكثير أنا وغيري من التلاميذ، وفضيلة الشيخ حسن محمد حسن رجب عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، تلقيت منه الذي تلقيت منه القرآن والقراءات العشرة، وغيرهم من الأساتذة، والفضيلة الشيخ الحسيس صابر محمد محليس يعني له أفضل علينا. نسأل الله تبارك وتعالى لهؤلاء السابقين واللاحقين منهم أن ينفع بهم البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.